أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة هكتور كوبر اختار 17 لاعبا محترفا للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 من مارس واليونان يوم 27 من مارس بزيوريخ في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018. وجاءت القائمة كالتالي: عصام الحضري، محمود عبد الرازق، شيكابالا، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح، عمر جابر، أحمد حسن كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، ومحمود حسن تريزيجيه، مؤمن زكريا، علي جبر، رمضان صبحي، عمرو وردة، سام مرسي، حسين الشحات. وبذلك تم استبعاد عمرو جمال وأحمد الشيخ وصالح جمعة.